طب هو طبعا المحكمة الرياضية الدولية كانت بتنظر استئناف نادي الزمالك ضد القرار اللي كان صدر لحمدي النجاز من الفيفا، ويمكن طبعا الموضوع قدام الفيفا كان في شكوى مقدمة من نادي الزمالك ضد اللاعب بعد ما هو اللاعب كان فسخ تعاقده ومطالبة بتعويض لصالح نادي الزمالك، وكان اللاعب مقدم برضه شكوى في الفيفا بيطلب عقده بالكامل لأن هو فسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته. طبعا الشكوى كان الفيفا فصلت فيها، كانت رفضت شكوى نادي الزمالك وقبلت شكوى اللاعب وحكمت له بالحكم اللي هو اللي صدر اول مره بالمليون و300 الف دولار. كان هنا ليه كان طبعا ليه الفيفا رفض شكوى الزمالك في الأوائل؟ هو طبعا في بعض الحاجات كان في الورقه كان موجوده اللي احنا طبعا كل الناس اتكلموا عليها، واحنا قلنا ان فعلا في الملف اللي اتقدم من المحامي الايطالي ويمكن لما تم تقديمه لا ان الورقه دي المفروض لا يعتد بيها لان خارج العقد، ودي من ضمن الحاجات. كان في برضه ان انت كان في انذار كان جه للنادي ويمكن النادي ما كانش رد عليه، فبالتالي دي كانت بتدي كده ان انت في اقرار بان موقف اللاعب صحيح. فالحكم ساعتها لصالح اللاعب وكانت رفضت شكوى نادي الزمالك، تمام. ولكن اتعمل طبعا استئناف ضد القرار ده قدام المحكمه الرياضيه الدوليه. امتى في نفس اتعمل الوقت تاريخ عمل لا الاستئناف الثاني؟ يعني اعتقد في اواخر يعني النص الثاني في 2019 وبعد تمام. كده او 2020، لا انا اسف 2020. 2020 وبعد كده اللي هو هل التاريخ معروف كان امتى في 2020؟ مش متذكر بالظبط تمام بس ممكن يعني مش متذكر لان ما كنتش انا موجود. طبعا كان تمام في محامي الايطالي كان عمل الاستئناف، وكان في نفس الوقت عمل برضه شكوى ضد اللاعب مره تانية ان هو بيطلب التعويض حوالي مليون و900 الف دولار، ده كان في المحكمه الرياضيه الدوليه. تمام فيمكن لما دخلنا مع طبعا المجموعه اللي كان شغاله ساعتها كان في احمد ابراهيم اللي هو الاداري موجود إداري. في النادي، كان برضه اشتغلوا بشكل كبير جدا على الملف ساعه لما تقدم للمحكمه، وده كان بيغطي بعض النقاط اللي كانت يمكن صادره لصالح اللاعب في اول مره. ولكن طبعا مع وجود ان كان في برضه يمكن نقط برضه لصالح اللاعب في الملف، يمكن كملنا عليهم بعض الحاجات قبل جلسه الاستماع اللي كانت بقى في 14 يناير كانت 2021. تمام فيمكن كان في مجموعه اشتغلنا على الملف مع طبعا الفريق اللي موجود، لان انت في الاخر بتشتغل كفريق عمل لان انت كل الناس بيبقى مصلحتها ان انت تصل للحاجه اللي في صالح نادي الزمالك، وده الحاجه المهمه. ما ينفعش ان انت تقول ده والله بيشتغل ضد ده او ده بيشتغل ضد ده، في الاخر انت لازم المجموعه كلها تشتغل لصالح النادي، فكل واحد يقدر يعمل اضافه. يمكن جبنا بعض الحاجات اللي اثبتت ان برضه في ضرائب مخصومه بشكل مظبوط، يمكن بعض المستندات الاخرى برضه اللي كانت لصالح النادي ان احنا سددنا الضرائب اللي على العقود اللاعبين، كل الحاجات دي برضو وجلسة الاستماع قدرت ان انت تظهر برضو موقفك بشكل افضل في المحكمة الرياضية الدولية. فطبعا كان انت منتظر قرار في حاجتين، اول حاجة في الشكوى بتاعتك اللي هي ضد المبلغ اللي كان محكوم بيه للاعب، ايوه والجزء الثاني كان الشكوى بتاعتك ضد اللاعب اللي انت بتطلب فيها تعويض. تمام. فيمكن لما طبعا كان في تسوية مع اللاعب ان اللاعب ممكن هيرجع او حاجة النادي، كان اول حاجة ان لا لازم ان اللاعب يتنازل عن الحكم اللي كان صادر ليه بالكامل، ويمكن ده طبعا قبل القضيه ما كان يتفصل فيها بشكل نهائي من المحكمه الرياضيه الدوليه، وفعلا اللاعب وقع على تنازل عن حكم المحكمه الرياضيه الدوليه بالكامل. فبالتالي انت كنت ضامن الشك الاول كده ان انت خلاص مش هيقدر يجي لك اي حاجه من حكم المحكمه الرياضيه الدوليه ضد النادي، وكان عندك الشك الثاني اللي انت طالب فيه تعويض. طبعا القرار لما صدر الشك ده اترفض برضو لتاني مره ان انت تطلب تاخد تعويض بسبب ان كان في برضه بعض الاخطاء من ناحيه النادي ده اللي المحكمه ثبتتها برضه، طيب وبالتالي ما قدرش انت تاخد فيه تعويض، ولكن رفضت الشق الاولاني اللي انت كنت برضه ضامنه بالتسويه. فده في الاخر في صالح طبعا النادي ان انت تقفل الملفات اللي موجوده عليك والمديونيات دي، لان طبعا حرام ان انت نادي الزمالك والخزينه بتاعت نادي الزمالك تتحمل المبالغ الكبيره دي، وانت في نفس الوقت اكيد عايز ان انت توفر سيوله للامور الثانيه اللي عندك. فبالتالي اي حاجه بتقدر تقفلها الفتره اللي فاتت دي بتبقى نقطه مهمه عشان كمان تكرار القضايا اللي موجوده عندك ما يبقاش عندك قضايا كتير قدام تمام. الفيفا، لان ده بيزود العقوبات طب بعد انا كده. السؤال يعني هل التسويه اللي حصلت وقت توقيع العقود الجديده مع اللاعب ساهمت بشكل ما في اصدار حكم النهارده ولا ملهاش علاقه بشكل صريح؟ لا ده طبعا دي حاجه ودي حاجه. انت دلوقتي كان عندك حكم هيصدر، الحكم ده زي ما انت عارف المحكمه الرياضيه الدوليه كل حاجه ممكنه، ايوه ممكن الحكم كان يتثبت المليون و300 او يتخفض. انت عندك كان اتشبون كانت نادي الزمالك كان رايح فيه بدون مبلغ خالص، وبالتالي المحكمه زودت المبلغ او حكمت بمبلغ للاعب بمليون و300 الف دولار، فانت كنت بتضمن ان انت الحكم ده لما يصدر ان انت تكون حتى لو اتحكم بفلوس للاعب بتخفض كده، لا ان اللاعب مش هياخد اي حاجه من القضيه دي. فده كان حاجه انت بتضمنها ودي حاجه مهمه طبعا ان انت تقفل الموضوع ده.
طيب ده ايوه ايوه ساعد على تأمين موقف النادي، ولكن في الآخر أنت عندك قضية لو ايوه كانت حكم لك فيها حاجة بتعويض أو كده ده موضوع آه. تاني، ولكن ده الجزء ده اترفض خلاص بحكم نهائي من المحكمة الرياضية طيب الدولية. بالنظر لانه الصفقه نفسها كانت غير محبوبه جماهيريا، وانت خدت بالك من ده، وحتى اداره النادي اتكلمت في انه احنا عاملين ده مش بس لاسباب فنيه لكن لانه ده الحل الاداري اللي قدامنا. هل كان ممكن يتم الانتظار ايام بدل ما الصفقه تتعمل مثلا من اسبوع تتعمل بعد يوم النهارده، سواء بقى القرار كان طلع فما تتعملش او القرار كان طلع بادانه الزمالك فتتعمل؟ هو طبعا انت عارف يا كابتن يعني ان انت لو حصل القرار ده صدر ومثلا تأيد المبلغ المليون 300 زي ما تأيد لاتشيبونج مثلا، هل اللاعب كان هيتنازل عليه وهو حكم نهائي؟ كان ساعتها كنت هيقول طب خلاص انا كنت اجي ليه هتبقى ما انا معايا عندي خلاص مليون و300. كنت هتبقى ملزم ان انت تدفع المبلغ ده بالكامل، وبالتالي انت لما تكون في الموقف زي كده ان انت ممكن تضمن حاجه في ايدك دلوقتي ان انت بتنازل على المبلغ الكبير ده، هتتكلم على حوالي 20 مليون جنيه، فاكيد طبعا ده بيتاخد في الاعتبار. ويمكن ده كان حصل قبل كده مع عبد الله سيسي برضو، كان واخد حكم قبل كده من الفيفا، ولما رجع نادي الزمالك اتنازل عن الحكم بالكامل، وبالتالي ده بيبقى جزء مهم ان انت لما بتعمل تسوية بتقدر ان انت تضمن ان انت تنازل اللاعب عن المبلغ بالكامل. تمام. طيب في سياق، يعني اعتقد دي مش في اختصاصاتك لكن هسألك ربما تكون في اختصاصاتك، هل دلوقتي اللاعب بعد ما كان خد عقد يعني مقدم العقد بتاعه، هل هو دلوقتي في وقت غلق القيد او منع الزمالك من القيد؟ ولا خلينا الاول اسألك سؤال بشكل متسلسل، هل الزمالك فعلا ممنوع من القيد؟ طبعا انت عارف في قرار طبعا صدر من الفيفا بمنع فترتين من القيد، يمكن دي القرارات زي القرارات اللي صدرت برضو لما بيكون في اخطاء في التعاقدات، ده يمكن صدر على تشيلسي وبرشلونه وريال مدريد قبل كده، ويمكن كان النادي المصري برضو عندنا في مصر. فطبعا دي وفقا للائحه الفيفا لما يبقى في اخطاء في التعاقدات ممكن يبقى في وقف فترتين قيد. يعني ده قرار مرسل لنادي الزمالك ورسمي ان في ايقاف فترتين قيد. مظبوط طبعا، هو طبعا في استئناف عليه دلوقتي ايوه بحيث ان انت بتحاول ان انت تلغي القرار ده اللي موجود بوقف القيد، ويمكن الموضوع طبعا ما بقاش سهل لان انت عارف انديه كبيره تعاقبت بتعاقب نفس العقوبه وتنفذت زي الاسامي اللي انا قلت لك عليها، ولكن يمكن مع النادي المصري احنا نجحنا ساعتها ان احنا نخفض العقوبه دي من فترتين قيد لفتره واحده، وبالتالي انت اكيد بتحاول ان انت تلغي العقوبه بكامل قبل 7 اكتوبر، وده اللي انت بتسعى فيه ان انت على الاقل توقف العقوبه دي قبل يوم 7 اكتوبر ان شاء الله. تمام. طيب بناء على ايقاف الزمالك من القيد، وبالتالي حمدي النجاز زيه زي الصفقتين الاخريين غير مقيد دلوقتي لسه في الزمالك، مش كده؟ مظبوطة، هل ينفع اعارته او بيعه، ولا لازم الاول يقيد ثم يعار او يباع؟ لا انت عارف اللوائح الفيفا هي بتنظر للامور حسب التعاقدات اللي ما بينك وبين اللاعبين، تمام. فتقدر ان انت لو طبعا عموما من ساعه لما انت وقعت مع كابتن حمدي ان انت ممكن تعيره او يبقى في انتقال نهائي او اي حاجه من الحاجات دي ممكن دي متاحه تمام للنادي فما فيهاش فيها مشكله، مفهوم. ولكن انت عارف برضو احنا خلاص الدوري غالبا هيبتدي لسه متاخر، فتقريبا فتره اللي هي الثانيه في يناير هتبقى تقريبا في بدايه المسابقه، يعني يمكن 4 أو 5 أسابيع بس اللي هيكونوا عدوا، ولكن انت برضو بتشتغل على ان انت تشيل الايقاف ده من دلوقتي يعني. مفهوم. انا ويمكن بشكرك، الهدف برضو من اتفضل. ان انت بتعمل تسويه، يمكن في قضايا تانيه كتير برضو تم انهائها مع مساعد جروس، وبرضه مع جروس دلوقتي بنحاول مساعدين باتشيكو، كل القضايا دي انت بتحاول تقفلها عشان يكون بسرعه كنت مستعجل فيها عشان تساعد في مفهوم رفع الايقاف، فده مفهوم برضه هدف مهم ان انت تقدر توصل له عشان ما يبقاش طبعا الفيفا شايفه ان في قضايا كثيره جدا، فبالتالي يبقى في اصرار على تنفيذ العقوبه دي، خاصه العقوبه دي جت برضه بعد لما كان عندك تكرار القضايا كتير، فبالتالي مفهوم العقوبات بتغلظ عليك وممكن بعد كده تغلظ عليك مره تانيه، فده كان حاجه مهمه لنادي مفهوم الزمالك ان هو اكيد يقفل القضايا دي كلها يعني. توضيحات مهمة بشكرك عليها جدا أستاذ نصر عزام، محامي نادي الزمالك في القضايا الدولية. لكن يبقى السؤال، يعني هو أنا مش قادر أتخيل مشهد حمدي النجاز وهو داخل نادي الزمالك مثلا النهاردة حصل إزاي، هو داخل بقى النادي وكل الناس بصاله جوه النادي، وهو قدامهم في دليل بحكم محكمة إنه أنا يا جماعة ضحك عليكم، أنا ضحك عليكم قبل كده، فدي شكلها غريب شوية، وده اللي بيخليني أتوقع بما لا يدع مجالا للشك، يعني إنه يا إما هيعار يا إما هيباع، إلا بقى لو يعني قبل الأمر، ومش عارف ده هيقبل إزاي.